على الحدود الشمالية لمصر، تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن اندلاع حرب جديدة مع غزة أمر وارد في القريب المنظور. آخر هذه التقديرات تتحدث عن أن تطور القدرات العسكرية الفلسطينية والأوضاع في القطاع عوامل الحسم لصالح قرب اندلاع هذه المعركة. المزيد في تقرير سائد السويركي. ما إن يتلاشى غبار الحرب على قطاع غزة حتى تطل أشباح حرب أخرى. تقديرات الشباك الإسرائيلي تقول بأن المواجهة العسكرية أقرب مما يتصوره البعض، وأن الهدوء الحالي ربما لن يكون سوى ما قبل العاصفة. التقرير الإسرائيلي يستند إلى حفر الفصائل لأنفاق جديدة وتطوير المنظومة الصاروخية والكشف عن عمليات تهريب الحديد والمواد الممنوعة إلى حركة حماس من قبل بعض التجار الإسرائيليين. نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة المجاهدين منذ أن انتهت الحرب، والمجاهدين والمقاومة الفلسطينية في أتم الاستعداد لأي حقبة قد يرتكبها.